هزة خفيفة قلبت شكل الولايات المتحدة الأمريكية رأسا على عقب، وكشفت عن تشوه عميق في وجه الديمقراطية الأمريكية حتى تجلت مشاهد اقتحام أنصار ترامب للكونغرس، وكأنها مشهد وقع في البلدان التي ابتليت بأنظمة وضع قواعدها الاحتلال الأمريكي. حكم صناديق الاقتراع ذهب هباء أمام الجموع المحتجة التي تنادي باسم ترامب وكأنه زعيم ميليشيا أو حزب في بلدان الأنظمة الأمريكية. اقتحام لأكبر المؤسسات الحكومية في واشنطن، وأعمال شغب رافقها إطلاق رصاص وعنف وحالة استنفار أمني وتدخل لأجهزة الأمن، كل ذلك يجسد حقيقة الصراع على السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ليس على المستوى السياسي فحسب بل حتى الشعبي. يذهب مراقبون للمشهد الأمريكي بالقول هذا ما جناه ترامب على أمريكا خلال 4 سنوات، وغيرهم يذهب أبعد من ذلك ويقول هذا انعكاس ما جنته الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الشرق الأوسط، فطابخ السم لابد أن يذوقه. ويتجلى هذا عبر ما قالته مراسلة قناة الـ ABC وباندهاش إنها ليست في بغداد ولا كابول ولا أي مكان آخر، بل إنها تقف في واشنطن. To know we are in America where this is happening on Capitol Hill. I'm not in Baghdad. I'm not in Kabul. I'm not in a dangerous situation overseas. الوصف الدقيق لما يحصل في أمريكا اهتدى إليه الاتحاد الأوروبي بقوله إن الديمقراطية الأمريكية تحت الحصار، وطالب بانتقال سلمي للسلطة، وكأنه يتكلم عن مشهد تمسك أنظمة عربية وأخرى في مناطق من العالم تدعمها ونصبتها واشنطن، وانحياز أنصارها إلى خيار العنف إلى أقصى درجة ممكنة. لم تحسم الأمور بعد ولم تهدأ العاصفة، أمريكا الآن على مفترق طرق، زيادة الانقسام الداخلي وتحول الأزمة الحالية إلى معضلة كبرى، أو تجاوز الأزمة مع آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية. وبكل الأحوال أمريكا بعد اليوم ليست كما قبله.